احنا لوجين اللي هي متواجدة بمطحنة جبلة لنعرف أكثر تفاصيل عن آلية عمل المطحنة وأكيد نعايد العمال الموجودين هناك. يسعد صباحك لوجين. إليك الكاميرا. تحية لكم زملاء، تحية لكم مشاهدينا، والتحية الأكبر لكل عمال سوريا بعيدهم كل عام وهم بألف خير. بهاليوم بالتحديد عم بيكونوا أكثر إصرار على استمرار مسيرة العطاء رغم كل الظروف اللي عم بتواجههم. اليوم نحن متواجدين معهم بعيدهم برسالة من مطحنة جبلة لنثني على جهود هالطبقة العاملة الكاتحة اللي عم بتستمر بمسيرة بناء الوطن. لمزيد من التفاصيل بالمطحنة معنا الأستاذ دانيال حماد مدير مطحنة جبلة. يسعد لي أوقاتك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. أنت بألف خير، كل عام وأنت بخير، قائد وطن بألف خير، وجميع عمال هذا الوطن بألف ألف خير. مطحنة جبلة بدأت بالإقلاع في عام 2012، تعمل بطاقة إنتاجية يومية 425 طن. من ملحقات هذه المطحنة الصومعة تتسع لحوالي 100 ألف طن قمح. يتم استقبال القمح في هذه المطحنة بعد إجراء تحاليل مخبرية لكافة السيارات أو صهاريج القطار الواردة إليها. بعد إجراء هذه التحاليل نقوم بتفريغ السيارات والصهاريج. بعد تفريغ هذه الحمولات نقوم بعملية تنظيف الخشن في الصومعة، ومن ثم تنتقل هذه الأقماح إلى قسم التنظيف الثاني قسم الصويل، تخضع لعملية التنظيف الناعم وتخليصها من الشوائب والأجرام. بعد ذلك نقوم بترطيبها وتخميرها من أجل تكييف حبة القمح من أجل طحنها في قسم الطحن. وبعد الحصول على المنتج النهائي الذي هو الدقيق والنخالي يتم تخزينها في عنابر الدقيق وعنابر النخالي، ومن ثم نقوم بتعبئة الدقيق بأكياس بوليبروبيلين بسعة 50 كيلوغرام للكيس و25 كيلوغرام لكيس الخالي، ويتم توزيع المنتج الى الافران الاليه والاحتياطيه والخاصه في المحافظه، وكما يتم رفض المحافظات الاخرى بهذا المنتج ايضا. عم نشوف نحن فعلا اليوم منشاه كبيره كثير، وعم نحكي عن استمرار العمليه الانتاجيه فيها. هلا العمليه الانتاجيه في المطاحن بشكل عام هي مستمره على مدار الساعه، لا يوجد هناك اي توقف الا في حالات الاعطال والاعطال والتوقفات الناتجه من اجل الصيانه. بالمناسبة عملية الصيانة في هذه المطحنة تتم كلها بخبرات وطنية محلية بواسطة عمال المطحنة، يعني فيني أقول لك مثلا بنسبة 99% من الأعطال كلها بخبرات محلية. العمل مستمر كما قلنا على مدار الساعة طيلة أيام السنة، لا يوجد هناك أي توقف في هذه المطحنة. من أجل تأمين المنتج النهائي اللي هو الدقيق للمخابز الخاصة والآلية والاحتياطية في هذه المحافظة. يعطيكم الف عافيه ومشكوره جهود قائد وطن بالف خير. اهلا وسهلا فيكم. الف خير يا هلا. يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا فيكم. هلا كمان رح نلتقي رئيس قسم التعبئه ليحكي لنا اكثر عن هيدا القسم بالتحديد. يسعد لي اوقاتك وكل عام وانت بالف خير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وعمال سوريا بخير، وقائد سوريا بخير، واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. تحكي لنا انتم اليوم عن استمرار العمليه الانتاجيه هون خاصه بقسم التعبئه. هلا هون انا رئيس قسم التعبئه. بعد ما بتخلص عمليه الطحن نستقبل الدقيق بعنابر خاصة بمادة الدقيق وعنابر خاصة بمادة الخالي. يوميا نحن شغلنا يومي بنعبي 400 طن دقيق و 100 طن خالي. طبعا وزن كيس الدقيق 50 كيلو، وزن كيس الخالي 25 كيلو. نحن عمليتنا مستمرة بشكل دائم يوميا بدون انقطاع، يوم العطلة وغير العطلة كله من ده. هذا اليوم فعلا يوم عطلة لكم، بس كمان انتم متواجدين فيه على رأس عمل سوريا بألف خير، واهلا وسهلا فيكم. انتم بألف خير، بس كمان دلنا على المرحلة النهائية هون من التعبئة، كيف بتكون؟ بعد ما بنعبي الدقيق بعبوات خاصة 50 كيلو للكيس، بنقوم بترحيلها عن طريق السيارات للمخابز الخاصة والمخابز العامة. هونيك بعدين بيوصل. ما أنا عم نلاحظ هنيك يعني مثل ما عم نشوف بكاميرا زميلنا يوسف، الاكياس هنيك بتكون كمرحله اخيره بعدين بتروح على السيارات. بعدين بنرحلها بالسيارات للمخابز. كل عام وانتم بالف خير يا رب. الله ينعاد عليكم، كل عام وانتم بخير، وعمال في سوريا بالف خير، واهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك. رح نرجع لعند العمال كمان لناخذ منهم معايده بهيدا اليوم. يسعد لي اوقاتك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب، يعيدوا عليك بالخير والسعادة ان شاء الله. هذا اليوم يعني المفروض يكون فسحة لكم، بس انتم متواجدين فيه وعلى رأس عملكم، معايدة منكم بهذا اليوم. ان شاء الله بنقول كل عام وانتم بخير للجميع وللسيد الرئيس وللشعب السوري كلياته، ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ويعطيكم الف الف عافية. الله يعافيك يا رب يخليك، يا اهلا وسهلا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا يا هلا.
وشوف العم كمان هون. مرحبا عمو. هلا عمو، انت بألف خير. وانت بألف خير، أهلا وانت بخير. مناسبة عيدكم اليوم عيد العمال، كلمة منك بهيدا اليوم. اليوم يعتبروا بجد ونصار، وما نشتغل بكل إمكانياتنا، ومشاكل ما في نهائيا، والأمور كلها تمام، والإحصاء كويس كله تمام، ومشي الكسريات ما في شيء كله نهائيا، والأمور كلها تمام. كل عام وأنت بألف خير، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك وأنت بخير يا رب. شكراً كثير. أهلا. مرحبا. أهلين. عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. كلنا عن شغلك اليوم. على الماكينة بس، إنه خياطة، بيجي الشوال من خيطه بس. شغل صعب؟ عادي، متعود يعني. ما في عندكم صعوبات؟ لا تعودنا. عادي يعني، شغل عادي، كله خياطة وتحميل وجر، بس هيك. مناسبة عيد العمال عيدكم، كل عام وأنتم بألف خير مرة ثانية، كلمة منك بهاليوم. كل عام وألف، أنتم بألف خير يا رب. ألف خير. أنا طالب جامعة أنا مو وعامل. بالتوفيق يا رب، والله يعطيك ألف عافية. تسلمي، الله يسلمك. شكرا. هلا. زملاء مشاهدينا، مثل ما عم نتابع سوا، فعلا اليوم كل عمال الوطن على رأس عملهم بكافة القطاعات، عم بيكونوا فعلا أكثر إصرار على استمرار مسيرة العطاء لبناء الوطن، لإعادة إعماره بالمرحلة القادمة، لاستمرار فعلا مسيرة العملية الإنتاجية بكافة القطاعات. بدنا نرجع ونأكد ونقول كل عام وهنن بألف ألف خير. عودة لكم زملائنا بالاستديو. يعطيك ألف عافية لجين، وأكيد بدنا نقول كل عام وهن بألف خير عمالنا بمطحنة جبلة. يعني فعلا الاستمرارية عم شوفها اليوم، الجهد، النضال، وفعلا الأمل بالعمل.